السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، ومرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي. موضوع اليوم هو على الزنزل اللي وقع البارح. الله يشافي جميع الناس اللي تضروا بهذا الزنزل هذا، واللي ماتوا الله يرحمهم ويدخل عليهم الرحمه والمغفره في هذا النهار. او ديريس بارك الله، الله يبارك فيك اخي. مرحبا. كاين الناس اللي في طنجه سمعوا الزنزال، يعني قدروا واحد خفيف. كاين الزنزال. شمن حومه كتسكن؟ بحومه الدراو. حسيتي بشي حاجه؟ حسينا بالزلزال، كاين الزلزال. ربي الهدايه الله يهدينا والسلام. دابا شنو شفتي باش حسيتي بالسنه اللي كنتي في الدار؟ انا حسيت بالسداري كيتهز بيا، الطبله كتهز، الكيسان بداو تقرقبوا. كاين الزنزال يعني كان شي واحد ما يعني ماشي قوي، ولكن حسينا به، حسينا به. وشوف سيدنا نزل الحوز مساكن شنو وقع لهم في مراكش. شفناهم، الله يكون معاهم، الله يرحم الجميع، الله يهدينا، الله يهدينا. واش البارح في طنجه كاين اللي الناس في طنجه سمعت الزنزال؟ وكاين اللي كاين الناس يعني اللي حسوا بشي حاجه، ولكن ديك الشيء قليل، يعني ماشي ديك الزنزال يعني قوي، ولكن يعني وقع شويه ديال الرعب. بنادم بنادم خرج على برا هدايه، فهمتي كيفاش؟ ضروري بنادم كيخاف على راسه وعلى وليداتو، نطلبوا الله في الخير، الله يجعل اخرنا. شفتي شنو وقع في مراكش؟ مراكش الله يا ودي اخويا، عزوا علينا كنا الصراحه الله، راه خوتنا المسلمين كاملين اخي، كيف يوقع لهذوك يوقع لنا حتى حنايا، ضروري خصنا يبقاو فينا ديك الناس هذوك، حتى حنا نطلبوا الله يعني يرفق بينا هذا مكان، الله يجعل اخرنا احسن من اولنا اخي. شنو توجه الرساله ديك الناس اللي الناس اللي مضرين مساكن؟ اش غنقول لك؟ الله يدخل لهم الرحمات بعد اولا، ديك الناس اللي ماتوا الله يدخل لهم الرحمات، والله يكون في عون يعني العائله ديالهم حتى هما، وكنقدموا لهم يعني تعازي حاره ان شاء الله بحال. الصراحه بقى فينا الحال الناس اللي ضروا بمناطق الداخليه اللي ضرب فيهم الزنزل. وشفتي الناس طنجه حتى هما بعد منهم خرجوا من الشارع؟ وي صراحه شفت الناس في طنجه خرجوا، ولكن لا يحس بها هو اللي تما، فهمتي؟ يعني اللي ضرب فيه الزنزل وكذا هو لا يحس بها. اما كتسمع بلي ضرب زنزان شي بلاصه الصراحه مات في طنجه. فتينا في طنجه ما سمعتي والو، حيت كاين الناس اللي حاسس بالزنزان في طنجه. ايه ولا قال لنا ما سمعت والو الصراحه. انا الليله البارح كاين اللي كيقول في طنجه ضرب زنزان خفيف، وكاين اللي ما سمع والو. البارح كنا في طنجه بلي ما سمعنا حتى شي حاجه، ولكن البارح بالليل شفنا الناس خرجوا في الرياضات، ما عرفتش شنو كاين فاش كتهز الليل البارح كنت باجي من الخدمه، وشفنا بزاف ديال الناس في الرياضه تخرجوا، فهمتيني؟ ولكن كتاسف داك الشيء اللي وقع، زعما صراحه الله زعما داك الشيء زعما راه للاسف، فهمتيني؟ عزلوا عليك الضحايا ديال الناس ديال مراكش والنواحي، جاتهم جاتهم الدقه بوبريات. نتمنى الله نعزوا الضحايا كاملين، يتعزوا ان شاء الله، ونتمنى الله خير، وهذا الشيء هذا ربي ينبه لنا وسلام فيه، خصنا نرجعوا للدين، فهمتيني؟ رجع راسو، فهمتي؟ هذا الشيء هذا امتحان من عند الله. وكنعزوا الضحايا كاملين، الله يرحمهم كاملين اللي ماتوا واللي باقي، ان شاء الله نتمنوا بنادم يتبرع قدام وكذا، ونعاونوا الضحايا كاملين ان شاء الله. وحنايا حنايا وطن واحد من طنجه حتى للقويره، وعايش الملك. تحياتي خاي ابراهيم. حسيتي البارح بالزلزال؟ باش حسيتي هنا في طنجه؟ اخويا اش غادي نقول لك، بالنسبه لطنجه كان الزلزال خفيف، ما كانش بهذاك الشكل اللي شفنا في اذاعه في المدن الاخرى. تخلعنا على والدينا، تخلعنا على احبابنا، هنا داز ما حسيناش به بحال الناس الاخرين، بحال الناس ديال الداخل. شنو الرساله ديالك اللي توجهها للناس ديال الحاوز والناس ديال مراكش المساكين اللي نضروا بزاف؟ اش نقول لك اخويا، بالنسبه بقاو فينا ومعنا، وحنا حنا معاهم بقلوبنا، ونتمنوا ان هذاك الشيء ما نتمنوا من الله ان هذاك الشيء ما يتكررش، والله يرحم الناس اللي ماتوا. واش نقول لك اخي ابراهيم، كنا ماشي خوفانين، ديك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، والانسان ضروري يخاف وضروري، لان ديك اول حضرت انا على واحد الزنزال ملي كنت باقي في الحسيمه في 2004، كنا في الدار كنا باقيين صغارين ما كنعرفوا والو، حتى كنسمعوا واحد الزنزال تبارك الله ماشي عادي، والحسيمه كامله تخلعات والناس خرجوا، وحنا هربنا شبانا كشات وملطات، وخرجنا مشينا لواحد المدرسه باديسي معروفه في الحسيمه، هي تما في الحومه ديالنا. و 2023 البارح ديال الجمعه، والله العظيم الناس مساكن تاهما تخلعونا في طنجه، وتخلعوا الناس اللي وقع لهم مشاكل بزاف، اللي خافوا بزاف هما الناس ديال مراكش، ناس اكادير، ناس ديال الحوز، الناس اللي ماتوا مساكن الله يرحمهم ويوسع عليهم. خي عمر تبارك الله، الله يبارك فيك يا خي براء. خي عمر، كاين الناس في طنجه اللي سمعت البارح الزنزال، وكاين اللي ما سمع والو، انتينا مين من؟ لا والو، انا ما سمعت والو اخي ابراهيم. لا وشفتي فيديوز اللي خرجوا من مساكن؟ شفت فيديوز وكذا مراكش وكذا، وديك الناس بقاو فينا، والله يرحمهم اللي ماتوا، اللي
اللي وقع له شي جرح الله يشافاه. والناس باللي كاينه اللي خرجات وكاينه الناس خرجوا في برشيفه بزاف مناطق خرجوا خايبه راه سمعوا شي حاجه وكيقولوا نص حق الناس ما قيمه كاين والو الله يحفظنا والله يسر اخ ابراهيم سوا ما بقى ما يعجب اخ ابراهيم بقاو فينا الدراوش الناس مساكن اللي مشاو للحايا وبزاف مراكش ومناطق ديالها ورزازات. ملي شفت هذيك فيديوز باش حسيتي؟ وضروري اتاثر هذوك خصنا اخ ابراهيم راه حنا مسلمين اخ ابراهيم الله يحفظنا والله يسرنا كاملين حبيبي. يعني دابا مخبرك تفضل اصلا واحد المبادره في طنجه على حساب مبادره ضد الدم كيقولوا كلشي يمشي يتبرع بالدم. ضروري شفنا هاد الصباح هذا في مواقع ضروري ان شاء الله وهذا خصنا ضروري تبرعوا سي ابراهيم. تبارك الله الله يحفظك لنا والله يرحم المرحومين اخي ابراهيم. اخي ابراهيم شفت الزنزل اللي ضرب البارح؟ الله يا ودي شفنا داك الشيء اللي مبارطاجي في فيسبوك وكذا ولا علاش حسيتي ملي شفتي ذاك الزنزل؟ صراحه تخلعنا وتاسفنا لديك الناس اللي وقع عندهم الحادثه وكذا ولكن ما عندك ما تعمل الغرب الله فهمتي داك الشيء. والرساله ديالك شنو توجه لديك الناس اللي مساكن دابا ماسو الناس مساكن مراتين يعني كنتاسفوا لهم والناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم والناس اللي مضرورين عاوتاني الله يشافيهم. وهذه هي نهايه الفيديو هذا خوتي ديالي وكنتمنهم الساكنه طنجه كامله تمشي تبرع بالدم باش ان شاء الله يا ربي يقدروا يتعاونوا مع ذاك الناس اللي مجروحين حيت محتاجين الدم وبزاف ديال الناس هذا الصباح هذا كيمشيو يتبرعوا بالدم. تبارك الله عليكم وهذو هما طنجه وض بالصح ونتلاقاو في حلقه اللي ماشي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.